السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله سماحة السيد، الله يحفظك، الله يوفقك. بشرونا عنكم إن شاء الله بخير سماحة السيد. الحمد لله، شكرا لله، الله يوفقك. والله يا سماحة السيد، أنا معاك رامي عيسى. بسم الله عليك يا سماحة السيد، لا تغلق الخط، أنا أحببت أسلم عليك فقط سيد علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت أسلم عليك وأسمع صوتك فقط، وكل عام وأنتم بخير في بمناسبة شهر شعبان. الله يسلمك ويوفقك إن شاء الله في حياك الدنيا الله. والآخرة تعرفني عزيز. سماحة السيد؟ بلي بلي حياك الله. سماحة السيد، والله وصلني اليوم تربة من سبحة من تربة التربة الكربلائية، يشهد الله، وهي في يدي الآن. أي والله، بلي كنا نسبح، وصلني اثنين والله. فأنا بلي مع الآن اثنين من تربة الإمام الحسين، والله التربة الكربلائية. فأنا سمعت السيد الفلبي يقول أنها تسبح وحدها، وروى رواية عن الإمام جعفر الصادق. أنا من ساعة ما مسكتها وهي لا تسبح خالص والله، فمش عارف هل بيتحط لها بطارية ولا. الآن أنت الآن من السؤال يجر السؤال، لا أنا آسف، هو صحيح؟ لا لا لا، لو تبغي خلاص خلاص، أنا لا أجور سؤال. وأنا بس والله معايا ثلاثة تربة واثنين سبحة ومفيش حاجة أسبحها. عزيزي عزيزي رامي، الاثنين دول بيشبكوا في بعض جامد قوي، مش عارف اتذكر ولا يا شيخ، من الصبح وما كده. اتفضل سمعت سعيد. سيدي علي حياك الله، عزيزي حياك الله. الآن أنت في القرآن الكريم يقول ما من شيء إلا ويسبح لله سبحانه وتعالى. اللهم صل على يعني المج ده بيسبح دلوقتي، صح؟ انا معاك في كده، وان من شان الا لا يسبح بحمدي، بس هو خصص صح. التربه الكربلائيه ان هي بتسبح، بتقول بتسبح، عزيزي وانت أنت بتاخد جواب، بتاخد اجر عليه. يعني لو انا مسكت المج ده وسبح رب، انا مش هاخد اجر عليه، فكيف اخد على التربه؟ الآن نحن في الكلام، يمكن لا نلتقي في الدنيا، ربما نلتقي في الآخرة. مش عارف والله سمعت. القرآن الكريم الآن ما من شيء إلا ويسبح بحمده. وإن من شيء إذن إلا، مش هذا وما من شيء إلا، سمعت ما سيد. من شيء، نعم بلي. الآن هذا الشيء أو ليس بشيء، الشيء إذن هو يسبح لله سبحانه لا وتعالى. لا لا، دي فيها خصوصية، دي فيها خصوصية عشان أوضحها لحضرتك ونسمع من بعض. ده ما بيسبح لأنه من شيء، بس لو أنا مسكته مش هاخد إيه؟ مش هاخد ثواب. ده ما بيقولش سبحان الله الآن، لا. أنت عارف إن في خاصية لتربة الإمام الحسين أنها تدفع البلاء وتسبح وحدها؟ الآن أنا أتكلم بكلمة، أتكلم بعشر كلمات، صحيح؟ لا معلش، هي طريقتي الكلام. إيه؟ اتفضل، حياك الله، اتفضل. الآن هذا الشيء، مسألة التسبيح وسماع التسبيح يعني مسألة أخرى. صوتك راح. مسألة التسبيح نعم، مسألة التسبيح شيء وسماع التسبيح شيء آخر. لا يعني التسبيح أننا نسمع التسبيح. هناك تسبيح تكويني وهناك تسبيح لفظي، ما نسمعه هو التسبيح اللفظي. خلصت والقرآن سمعتي؟ الكريم إلى التسبيح الآخر. ليس هذه المسألة يعني هي المسألة الكبرى في الكون، هناك مسائل كبرى في الكون يعني ينبغي الحديث عنها، ينبغي بيانها للناس. نحن سوف تنتهي هذه الدنيا وتنتهي الأعمار يا عزيزي. ما تخلص قول لي عشان فهذه مسائل جزئية، يقولون هم العقلاء المسائل الكلية ليست المسائل الجزئية. هناك مسائل في التوحيد، مسائل في المعاد، مسائل كيف نقدم ما ينفع الناس، كيف نقدم ما ينفع المجتمع، طيب كيف سمعت سيد، نبين معلش أفكار الأسرة. نرجع بقى، ما تقوليش بتتكلم 10 كلمات، نرجع لنقطة التربة تاني. نعم، دي وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لكن ما أنا أسمع رواية الآن يقول لك الفرق ما بين تربة الحسين والتربة العادية أن التربة من قبر الإمام الحسين تسبح وحدها، ولم يقل ذلك على التربة العادية. ثم يقول إن أنا لو مسكتها في يدي هكذا هي تسبح، وانا اؤجر وهي تسبح، وهي في يدي الان، اؤجر دون ان اسبح وهي تسبح وحدها. فلو مسكتها تسبح
ويكتب الأجر لي، لكن لم يقال إن هذه لو سبحت الآن وهي في يدي أن الأجر هيكتب لي. فأنت الآن يا شيخ أدخلت نقطة في نقطة أخرى، نعلم أن جميع الكائنات وإن من شيء إلا يسبح بحمده وشيء نكرة تفيد العموم، لكن لم يقال إن إذا مسكت أي شيء يعني هذا القلم يسبح بحمد الله الآن، فأنا لو حطيته في جيبي الآن هيفضل يسبح وكل ده في حسناتي. هذا الثوب الآن يسبح، طيب بس لو أنا لبسته الآن هيكتب التسبيح لي؟ طب ده بالثياب التي بالداخل. طب النعال أكرمك الله، ماذا تقول في النعال؟ هل أخذ ثواب ولا إيش؟ تفضل عزيزي. الآن من العموم إلى الخصوص، صح؟ نعم. أنت في المسألة العامة، في المسألة الكلية ليس عندك إشكال، صح؟ أنا عندي إشكال إن أنا سبحتين. ما أنا هقول لك السؤال واضح. المسألة الكلية أن كل الأشياء تسبح لله سبحانه وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحه، هذه الكلية ثابتة عندك أو ليس بثابتة؟ ثابتة ولكن اسمعني، ثابتة ولكن من هرد عليك؟ لا 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 هرد عليك. ثابتة ولكن إنما أقيس القياس كما قال البرقي في المحاسن، كما جاء في المحاسن للبرقي، لا تقص فإن عروان أبي عبد الله فإن أول من قص إبليس، فما تقص لي وإن من شأن إلا يسبح بحمدي على التربة، إما تقص لي ده على التربة هذه هتكون مشكلة سمحت السيد. لماذا؟ لأن أول حاجة القياس عندك باطل، رقم اتنين إن لو أنا قست هذه التربة الآن وجعلتها مسكت دي ودي وأكن دي سبحة عادية وقلت إن أنا ما أسبح بهذه سأؤجر، إن أنا لم أسبح أمسكها فقط وهي تسبح ويكتب لي الأجر وهذه لم تسبح، أين خصصتم ذلك؟ أنت أنا لا أؤمن بهذه الرواية ولا أؤمن بهذه الخرافات، أنت تستطيع أن تقنعني أن هذه ستسبح وأنا أخذ الأجر؟ تفضل. عزيزي الآن نحن نريد أن نصل إلى الجواب، لا نريد أن نجادل. أنت الآن تجادل لأنك قست والقياس باطل عندك رقم واحد، وكما بينته في كتبك بينته لك في كتبك. رقم اثنين إن أنا أريدك أن تبين لي إزاي إن أنا ماسكها فقط تسبح، لأنك أنت قست الآن على مسألة عامة، الفال بيقول لك بتقول سبحان الله وتكتب مسبحا، أنا أكتب مسبحا وإن لم أسبح بها، كيف ذلك؟ كيف لرامي عيسى أن يكتب الآن مسبحا وهو لم يسبح، فقط شايلة في إيدي منظر كده؟ اتفضل أجيب. يا عزيزي أنا أريد أن أتكلم، أوصل لك الفكرة، أنا لا أريد أن أجادل، لأن عندنا جدال للحق والباطل، الجدال ليس بشيء جيد. نعم. إذا أردت إلى الجدال فلا أجادلك. طيب ليس جدال سمع سيد، لو إبليس شل هذه في يدي هل ستسبح وحدها معه ويكتب الأجر لإبليس؟ تفضل. الآن مسألة أخرى، أنا أريد أن أوضح لك المسألة لو تريد أن أجادل، إذا الجدال يمكن أغلق، يمكن لا أكمل معك الكلام. لماذا جدل؟ أنا أعتذر لك لو أنت رأيت الأمر جدل أو شيء، أنا لا أقصد الجدال معك سمع سيد، وأنا أقول لك الآن أنت في بث مباشر في القناة الآن ويسمعك الكثير من السنة والشيعة. أحسنت يا عزيزي، فالمسألة الكلية ثابتة أن كل شيء يسبح لله سبحانه وتعالى، هذه المسألة واضحة عند كل المسلمين يقولون بذلك، وهذه تربة الإمام الحسين عليه السلام مصداق ذلك الشيء. عندك أنت في المنطق تعرف القواعد المنطقية؟ انا اجاوبك على هذه النقطه يا شيخ. لا والله انا ما درستش منطق، بس انا عندي شيء، ما احنا عندنا روايه في البحار، الباذنجان لنا والهندباء لبني اميه وكاني ارى منبتها من النار، وعندنا الان نباتات مواليه وغير مواليه، وعندنا حيوانات ناصبيه تبغض ال البيت وحيوانات تحب ال البيت. طب النباتات والفاكهه الناصبيه هل تذكر الله ايضا؟ اتفضل. عزيز عليك بمسألة واحدة، لا تذهب بمسائل مختلفة. لا يعني. ما انت دلوقتي دخلتني في مسألة عمومية، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فأنا بسألك الآن هل دلوقتي الحيوانات والنباتات التي ناصبية التي تبغض آل البيت عندكم، أصل العصفور كان في حجم النعامة ولكنه أنكر ولاية فصار عصافور، كان الأول عصفور فكان ما كانش كده، كان في حجم النعامة وما عصلا عصافور، فهل هذا يذكر الله أيضا؟ تفضل. يا عزيزي القاعدة هناك، المنطق يعطي القواعد العامة للتفكير الصحيح، عليك أن تعرف القواعد العامة للتفكير الصحيح ولا تذهب إلى الجدال
المراء، لأنه لا يعطيك الصواب. طب انا ما بتكلمش عن عن المنطق يا سماحة الشيخ، انا بتكلم عن كتب الشيعة التي سطرت لنا هذه الروايات. هل الحيوانات التي تبغي آل البيت هل تسبح الله؟ اجبني نعم ام لا، هل تسبح الله؟ عزيزي الموضوع ليس هكذا، هناك قواعد عامة للتفكير الصحيح، قواعد عقلية ليس شيعية أو سنية، عليك أن تلتزم بالقواعد الكلية، وعليك أن تلتزم بالقواعد الكلية للقرآن الكريم. هذه المسائل الجزئية وهذا الذهاب يمينا ويسارا لا يصل إلى الصواب، يصل إلى الجدال. نعم، أنت تنكر سماحة السيد الآن أن الحيوانات الناصبية التي تبغض آل البيت، وسمعك تسجيلات الآن لحسين الفهيد ورضوان درويش وغيرهم، وروايات أطلعك عليها الكاميرا إن أحببت، فهل هذه الحيوانات والنباتات التي تبغض آل البيت هل هي تسبح الله؟ نعم أو لا؟ عزيزي هذا الكلام لا تقل، هذا كلامك ليس، سؤالك ليس بصحيح. ليش؟ سؤالك ليس بصحيح. ليش؟ لماذا هذه الأشياء؟ لأنك الآن تدخل في الحيوانات لا عقل لها، وتريد أن تشيل عفا وهذه لا عقل لها الآن. طب بلاش دي، حجارة سقيفة بني ساعدة، هذه الحجارة ناصبية باعتراف حسين الفهيد، حجارة سقيفة بني ساعدة، لو أنا عملت سبحة الآن من حجارة سقيفة بني ساعدة، ومعي سبحة الآن من تربة كربلاء، هذه تربة سقيفة بني ساعدة وهذه تربة كربلاء، هل لو الاثنين هقول الاثنين زي بعض والاثنين يسبحوا بحمد الله؟ تفضل أجب. هناك مسألة، تفضل. المسألة العموم والخصوص، صحيح؟ يعني في خصوصية في تربة كربلاء، وأنا هذا اللي هتكلم عليه من الأول. أنا آسف. العموم والخصوص، نحن من حيث العموم ما من شيء إلا ويسبح لله سبحانه وتعالى. الآية خطأ يا سماحة السيد، أنت بتقرأ الآية خطأ يا سماحة السيد، اقرأ الآية صح. أنا أقول إلى هذه المسألة أن كل شيء يسبح لله سبحانه وتعالى، هذه في المسألة عامة في كل الأشياء، اتفقنا على هذا الأصل؟ اتفقنا. إذا اتفقنا على هذا الأصل، الآن أتي إلى مسألة الخصوصية. نعم. تعرف ما معنى الخصوصية؟ حينما تسألني عن الخصوصية، تعرف ما معنى الخصوصية؟ نعم. يعني العلمية. نعم. حينما نجد أكثر من واحد، اثنان، الاثنان تقتضي الاشتراك في شيء والتمايز في شيء، وهذا الذي يقتضي الخصوصية. طيب فالخصوصية في كل شيئين توجد الخصوصية، في كل شيئين توجد الخصوصية. لو ألغينا هذه الخصوصية لا توجد الاثنينية، كلما فرضت اثنان ستوجد الخصوصية. هذه الخصوصية هل تقتضي التفاضل أو عدم التفاضل؟ نعم، يوجد قانون كلي في القرآن الكريم وفي المسائل العقلية أن الخصوصية التمييز، لكن التفاضل يحتاج دليل آخر. إذا وجد الدليل أن تربة كربلاء على الخصوصية نلتزم بتلك الروايات، ولو وجد إلى مثلا مكان آخر نلتزم بذلك. طيب جميل، أول حاجة الخصوصية اللي أنت بتقول عليها الآن، لدم في خصوصية ذهبت للعموم ليه وقلت لي وإن من شيء إلا سبع بحمد، وقرأت الآية خطأ، سمعت سيد علي أصلا يشرح صدري وصدرك للحق. أول حاجة قرأت الآية خطأ، تاني حاجة ذهبت إلى التراث الفلسفي المنطقي وتركت لنا كتاب الله تبارك وتعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم علشان تبين للناس، عشان تفهم عوام السنة وعوام الشيعة اللي بيسمعوك، ذهبت للفلسفة والمنطق ولم تذهب إلى كتاب الله، إلى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم. معظم اللي بيسمعك وأنا منهم عوام، كنا نتمنى حاجة من القرآن أو حاجة من السنة. تاني حاجة قلت لي خصوصية، طب لدم في خصوصية لسه استدلت بالعموم. أنا أرجع وأعيد عليك السؤال تاني، ما هي الخصوصية التي تجعل هذه التربة تسبح في يد الآن وأنا لا أسبح؟ وكيف يكتب لي التسبيح الآن وأنا لم أسبح بها؟ يعني أنا لبستها في إيدي هوت أو حطيتها في وداني مثلا هوت ونمت كده، هل هاخد ثواب على كده يا سماحة السيد؟ هاخد ثواب وهي تسبح لوحدها؟ يعني يا ريت تستطيع أنك تفيدني بذلك من القرآن أو من السنة، فإن عجزت اذهب للمنطق عادي، بس شيء عقلاني يثبت لي ذلك. تفضل. بلي عزيزي، أنا أولا حينما سألت أنت أجبتك بالقرآن الكريم. فيه؟ يعني أنا لم أترك القرآن الكريم أولا. فين؟ أجبت فين؟ أين القرآن؟ لأنك تسبح. إيش؟ فقلت لك أن في القرآن الكريم هناك آية تدل على أن كل الأشياء تسبح. فين هذه الآية يا شيخ؟ فين هذه الآية؟ فين هذه الآية؟ أليس هذا الجواب؟ لا، وين هذه الآية؟ وإن من شيء إلا ويسبح لله؟ لا، ما فيش آية في القرآن كده خالص. ما في آية قرآنية؟ ما في آية قرآنية كده خالص. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله. والله ما في آية بهذا خالص.
بهذا النص ما فيش آية. أرسل لك الآية أنا الآن، يعني الآن أنت اتصلت مباشر، أعطينا رقمك سأرسل. طب سأرسل الآية إيه تاني سمحت السيد؟ الآية إيه تاني؟ اقرأها تاني كده. وما من شيء إلا ويسبح لله سبحانه وتعالى. لا والله ما فيش آية كده. وإن من شيء إلا ويسبح لله. لا برضو والله ما فيش آية كده. في غير الآية ولا تفقهون التسبيح. لا الآية في سورة الإسراء الآية رقم 44، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. انا عارف هو المهم علم الفلسفه والمنطق اهم من حفظ القران. طب انا سمعت سيد دلوقتي انت تستدل بهذه الايه ليه على العموم وانت لسه قايل دي فيها خصوص؟ انا اريد خصوص ان دي تسبح وحدها ويكتب لي الاجر وهي في يدي. انا لو عملت تربه من ثقيفه بني ساعده، من حجاره ثقيفه بني ساعده، هل هذه التربه هتسبح وحدها وهي في ايدي يستحب ان انا اعمل منها؟ اذا ثبت العموم ثبت الخصوص، اذا ثبت العموم ثبت بس هذه القاعدة لا تسقط على ما نحن عليه الآن. طب ايه رأيك؟ خلاص لدم ثبت العموم ثبت الخصوص. انا خصصت تربة ثقيفة بني سعيدة واخترعت رواية من الروايات، فهل يجوز؟ انت اذا اردت ان تخرج تربة الامام الحسن عليه السلام عليك ان تأتي بدليل الاخراج. ان انا اخرجها؟ اذا اتيت بدليل، انت اذا اردت ان تخرج هذه التربة عن خصوصية أن الأشياء تسبح لله سبحانه وتعالى عليك أن تأتي بدليل. سقيفة حجارة سقيفة بني ساعدة تسبح لله؟ طبعا تسبح لله. لو عملت منها حجارة، لو عملت منها سبحة من حجارة سقيفة بني ساعدة، هذه الحجارة الناصبية باعتراف علماء الشيعة، فهل أؤجر؟ لا يقولون الشيعة أنها ناصبية، الشيعة لا يقولون ذلك. أسمعك الآن لرضوان لحسين الفهيد ويقول حجارة سقيفة بني ساعدة حجارة ناصبية بخلاف حجارة تربة الإمام الحسين، تربة الإمام الحسين هذه ليست. هذا كلام آخر، أنت الآن تذهب تلتقط من هنا أو هناك، عليك أن تذهب إلى المصادر الأساسية وإلى العلماء. يعني أنت تلتقط هذا ليس بعلم؟ هذا ليس بعلم؟ يا عزيزي عليك أن تذهب إلى المصادر الأساسية. الآن أنت في برنامج وتحضر لهذا البرنامج. والله ما كنت محضر، والله ربنا يسامحه اللي جاب لي الحاجات دي النهاردة، ليه عمل فيا كده؟ والله مش محضر ولا انا عموما. سمحت السيد دلوقتي احنا قلنا دي بتخصص مخصصه لشيء معين. طب الدليل يا سمحت السيد على ان تربة الحسين تسبح بها وحدها؟ يا عزيزي مو انا قلت هذا، يعني العموم كافي في الدليل. لا اقصد انا اسف اقصد الدليل ان انا يكتب لي اجر ان انا ماسكها كده. الآن قضية أنا ليست في صدد الآن الروايات التي ليست هي حاضرة عندي في هذا المجال. طب ممكن أسمعك شيء في البيت؟ ممكن وأنت معايا؟ وأنت معايا اسمع كده. ومن كان معه سبحة من طير قبر الحسين عليه السلام كتب مسبحا وإن لم يسبح بها. وإن كان معه تربة من طين قبر الحسين عليه السلام كتب مسبحا وإن لم يسبح بها. كتب مسبحا وإلا لم يسبح. كل أشياء تسبح وإن لم يسبح بها شخص. ما بقولك كتب مسبحا، أنت بتتكلم في نقطة أخرى. ما بقولكش على التربة، بقولك أنا كتب مسبحا وإن لم يسبح بها. أنا أكتب مسبحا حتى لو ما سبحتش، أمسكها بس كده. إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال. لا 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 أنت كده تجادل ورب الكعبة بالباطل. والله تجادل بالباطل اللي تضحد به الحق. اي أيوة والله الاعمال بالنيات ايه؟ يعني انا لو ماسك ديت دلوقتي وفي نيتي ان انا اعمل كده هيكتب يا شيخ اتق الله. انما الاعمال بالنيات، هل الامام قال في هذه الروايه الامام جعفر الصادق قال الاعمال بالنيات؟ لا طب بلاش دي خالص. اسمعك حاجه تانية عن التربة الامام الحسين، اسمعك حاجه. اسمع كده، اسمع. هي ارض آليت من قبل خلقك وخلق السماوات والأرض، أن من سجد عليها وعلى تربتها سجدتان. شقد؟ واحدة. كان أفضل عندي من صلاة ألف عام واحد، وصيام ألف عام، وحج بيتي الحرام ألف عام. سجدة واحدة على تربتك يا سيد. ايه رايك اسمع سيد ان انا اسجد سجده واحده اهو؟ تعرف انت تعرف مين العالم الشيعي دوت؟ انت الان تتصل على التليفون، انا لا ادري من قال هذا القول. اسمعك الان
ولمن هذا الصوت؟ انت مجرد الان توصل الي صوت، انا لا اسمع، لا اعرف الشخص، لا اعرف الشخص. لو بعثت لك الفتوى حاكم على صوت مجهول، طيب. صوت غير مرئي عندي، كيف يعني اقول لك في هذه الاشياء وانت مجرد صوت بدون ان تثبت للشخص او تريني الشخص او اعرف الشخص؟ لا ادري ماذا تفعل بقناتك وتريد الاجوبه طيب. العلميه، وهذه طيب. الاجوبه العلميه لا تكون بهذه الطريقه. أجيبك وأقول لك الذي استمعت إلى صوته الآن هو عالم شيعي مشهور في العراق أكثر منك ورب الكعبة، بل مشهور عند الشيعة أكثر منك، واسمه جواد الإبراهيمي. هل أنت الآن ترى جواد الإبراهيمي كذاب؟ اسمعني بس اسمعني، إما أن تقول أن جواد الإبراهيمي كذاب، وإما أنك تقول فعلا السجدة على التربة دي أفضل من صلاة ألف عام وصيام ألف عام وحج ألف عام. طب إيه رأيك أنا جبت تلاتة أهو، يعني كده أفضل من صلاة 3000 عام وصيام 3000 عام وحج 3000 عام، إيه رأيك؟ ليس هذا الدين، ليس هذا المنطق الإسلامي، ليس هذا العدل الإلهي. لماذا لا تتقون الله في هذه الأمور يا عزيزي؟ الخطبة الحسينية والمنبر الحسيني ولن يتوقف عن الكلام و... يا أجمل أكمل أكمل خلصت خلصت يعني أيوة، علشان ما يدينيش فرصة، عشان عارف إن مش عايز مش عايزكم تسمعوا. بص بص مش عايز تسمع، هنا تدمر المعاملة، هنا تدمر المعاملة. بصوا عقدت عليه، بصوا أفتح هيتكلم، بصوا بصوا مش هيديك مش هيديك فرصة خالص، بص مش هديك فرصة. خلصت سمعت السيد علي؟ أقول لك هذا جواد الإبراهيمي من كبار علماء الشيعة بالعراق ومشهور عنك، هل هو كذاب؟ كل الآن جواد الإبراهيمي كذاب أمام الجميع. أن يقول هذا هو الإبراهيم أنت تدعي؟ لا 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 لا، ده فيديو موجود له، الفيديو موجود والكل رآه على قناة اليوتيوب وفي كل مكان. لكن لم أرى هذا الفيديو يا صديق، هذا الفيديو أنا لم أراه، أنت مجرد تقول هذا. طيب جميل، أنا أقول جواد الإبراهيمي، لو 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 حدث وإن طلع الكلام لجواد الإبراهيمي أنت تكفره؟ تفضل عزيزي، أنا لا، هذا لا تقتضي مسألة التكفير. أيوة لا أنت تكذبه، مش هنقول كافر، تكذبه تكذبه لو صدق. الإسلام ليس التكفير، بلاش تكفير ونخش في التكفير، وأنتم تكفيريين وأنتم مهلبيين. أنا أقول لك أنت تكذبه لو ثبت أن جواد الإبراهيمي قال ذلك، أنت تكذبه؟ تفضل عزيزي، النقاش العلمي ليس التكذيب. عرفت أن أنت عرفت أنك بتجادل بالحق لتبطل به الباطل. أنا أعيد وأقول لك تاني، إيه ده أنت تكذب هذا؟ أنت تكذب هذا؟ أجبني نعم أو لا، تكذبه؟ تكذبه؟ أنا لا أكذب شخصا. سمعتم؟ لا أكذبه ولا أكذب أي شخص، فالسجود على التربة الحسينية يكتب لك أفضل من ألف عام صلاة، وأفضل من ألف عام حج، وأفضل من ألف عام صيام. طب واثنين أفضل من ألفين عام، طب وثلاثة أفضل من ثلاثة آلاف عام، يبقى أنا أسجد كده وسبح بذي كده ويبقى خلاص بقى، ولا تصلي ولا تصوم ولا تعمل حاجه، سجده واحده افضل من 3000 سنه اعمار امتي ما بين ال 60 وال 70. لا انت سجده واحده افضل من 3000 سنه يا عم، فانت حط 3 على بعض، اعمل هرم ماشي يا شيخ، واسجد عليه كده ونام التربه دي في ايدك ولبسوها لموتاكم، كمان ممكن تسبح معاهم وهي في الكفن. يا سماحه السيد، يا سماحه السيد علي، اصبحتم اضحوك امام العالم كله بهذه الخرافات. أنتم الآن حينما لا تعرفون الدليل ولا تعرفون المسائل الصحيحة تريدوا أن تهرجوا على الناس. والله مش تهرج، ما هو ده كلام علمائك، أنا ما جبتش حاجة من عندي يا سماحة السيد علي. وما جبت قلت لي لا هذا ما إنسان لا أعرفه، قلت لك لا ده جواد الإبراهيم، وبعدين قلت لك طب تكفروا؟ أنا لا أنتم تكفر، لا أكفر، لا طب تكذبوا؟ أنا لا أكذب. أنا أنت جيت تجادل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، حتى الآية ما عرفتش تقرأها صح، وما جبت الآية علشان تقرأها استدلت بها في غير محلها. مال الآية ديت ومال إن أنا أمسك دي تسبح وحدها ويكتب ليها الأجر؟ مالي ومال إن أنا أشيل دي تدفع عني البلاء؟ مالي ومال إن أنا أسجد على دي يكتب لي أفضل من ألف حجة وألف عمرة وألف صلاة وألف؟ مالي؟ لماذا تكذبون على الناس بعد أن كذبتم على آل البيت؟ تفضل سيد علاء. هذا ليس بصحيح، أنت هذا كلامك هذا ليس صحيحا، ينبغي أن يكون أسلوبا مؤدبا. أنا من بداية والله أنا إلى الآن ما سببتك ولا أي شيء، إلى الآن ما سببتك يا سيد علاء، أنت ما عجبش خلاص. بما أنك يا سيد علاء لا يعجبك الكلام حول هذه التربة وحول هذه البدع والخرافات، هيا بنا نتحدث عن الإمامة. من الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ موضوع أنت تقول تكذبون أنت الآن تسأل إلى مسائل جزئية، أنا أسألك في مسائل أساسية.
طيب. أسألك في مسألة التوحيد. بين لي عقيدتك في مسألة التوحيد في الله سبحانه وتعالى. طيب. هل هو جسم أو ليس بجسم؟ طيب أجيبك على ذلك. أول حاجة أنا أقول، بما أنك تحب تتكلم عن التوحيد هكذا، أنا أقول شوفوا تهرب من الموضوع، لكن عادي الحمد لله أهل السنة مستحضرين في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان أصحاب العقيدة الحقة. أنا رامي عيسى أقول أن الله سبحانه وتعالى لفظ الجسم هذا لفظ محدث مبتدع، لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل به أحد من، لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لفظ محدث. أما الذي قال بأن الله جسم هو صدر المتألهين الذي سماه السلقلقي ياسر الخسيس وسماه الشيرازية بصدر المتشيطنين، وأسمعك الآن إن استمعت دون أن تقاطعني هسمعك كمال الحيدري يقول السي صدر المتألهين قال في شرح الكفة مش عارف في شرح لإيه أن الله قال أن الله وصف الله بالجسمية وألقى جسم نوراني، وسمعك الشيرازية هم يقولون أنه يزعم أن الله جسم نوراني، فقال أن الله جسم، ده رقم واحد. رقم اثنين، سماحة السيد علاء، الشيعة وقعوا في شرك في توحيد الأسماء والصفات، فقالوا أن الأئمة هم أسماء الله وصفاته، وأسمعك الآن وأقرأ عليك من كتاب الكافي أن الإمام قال أنا وجه الله، أنا عين الله، أنا جنب الله، فهذه الجسمية التي وصفتم بها الله أنتم مجسمة، بل عطلتم الله تبارك وتعالى. فنحن نقول أن الله في السماء، أنتم قلتم أن الله في كل مكان، ومنكم من قال لا، أن الله لا في السماء ولا في الأرض ولا في أي مكان، فوصفتم الله بالعدم، فلماذا أنتم مجسمة وفي نفس الوقت معطلة؟ تفضل. أين الله تقول أين الله؟ الله في السماء. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى في السماء يعني أنه ليس موجود في الأرض. أجيبك بس ما تخلص خالص. أجيبك لا كمل الآن أسألك. بلي أنت تقول الله في السماء، إذن هو موجود في الأرض وغير موجود. ما أنا أقول لك هصف لك، لأن أنا كنت عايز أقرأ عليك آيات كثيرة الآن دلوقتي. أول حاجة نحن نقول أما اسمعني من هجاوبك روح الآن، لماذا يعني هذا اللي الله تقول الله في السماء، هل هو في الأرض أو ليس في الأرض؟ طيب أجاوبك الآن بس تسمع بدون مقاطعة. أنا كنت بس عايز أجيب كتاب يا رب أهو. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. أوصي أهل السنة والجماعة وأوصي ضيوفنا الشيعة بقراءة هذا الكتاب شرح العقيدة الوسطية لشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أنا أقول لك أن الله في السماء، إثبات علو الله على مخلوقات، الله في السماء بذاته، الله في السماء بذاته، ومعنا في الأرض بعلمه وسلطانه وقدرته. أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض وهو القاهر فوق عباده، لكن وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا فهو معنا بعلمه وسلطانه. إذا قلنا أن الله في الأرض وفي كل مكان عياذا بالله، احنا عندنا الحمامات، عندنا القاذورات، عندنا يعني حيوانات، فهل الله استغفر أن أقول أن الله في هذه الأماكن عياذا بالله؟ لا. لكن أنا أقرأ عليك، لن أقرأ عليك لا من كتب الشيعة ولا من كتب السنة، مع إني سأثبت لك أن الله في السماء من الكافي. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه يا عيسى إني متوفيك ورفيعك إلي، ورفيعك إلي تفيد على أن المرفوع إليه كان عاليا، إني متوفيك ورفيعك إلي. الله سبحانه وتعالى يقول وهو العلي العظيم، الله سبحانه وتعالى يقول يخافون ربهم من فوقهم، فالله فوقنا يخافون ربهم وإن كان الملائكة، ويفعلون ما يؤمرون. الله يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الله يقول إنا نحن نزلنا الذكرى. الله يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. ما هو ردك على هذه الآيات؟ تفضل عزيزي. إذا تقول أن الله سبحانه وتعالى في السماء إذن غير موجود في الأرض، سمعتم؟ شفت بقول له كيف ترد على هذه الآيات؟ فإذا تقول أن الله كذا يبقى ذهب للمنطق، ذهب للفلسفة، وترك القرآن الكريم. أنا أقول الله في السماء أي في العلو بذاته سبحانه وتعالى، فهو فوق جميع مخلوقاته بائن من خلقه، وليس معنا بذاته سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ليس في الله منزه أن يكون معنا في ذاته. أنا أسألك سؤال، لما أنت بتحب الفلسفة وما شابه ذلك، هل الله داخل العالم أم خارج العالم؟ أجبني، هل الله داخل العالم أم خارج العالم؟ هذه الفوقية فوقية مكانية. أنت تقصد فوقية المنزلة صح؟ هذه الفوقية ما أقول هل هي مكانية؟ أنا لا أقول أن الله في مكان، أنا أقول الله في العلو. أنت تريد أن تثبت مكان، أنا لا أقول ما هو العلو؟ ماذا تعني بالعلو؟ العلو فوق جميع مخلوقاتي، الله فوق جميع مخلوقاتي، يخافون ربهم من فوقهم، فوق جميع مخلوقاتي، لا أتعدى نص القرآن أهو. هو فوق المخلوقات في مسألة مادية، يعني أنك فوق جميع مخلوقاتي، فوق جميع مخلوقاتي،
تجعل الله سبحانه وتعالى في السماء وتخلو منه الأرض، إذا أخلوت منه الأرض إذن أنت جعلت الله محدودا. أنت تقول أين الله؟ أجابك على هذه الشبهة الآن، لكن أنت تقول أين الله؟ حينما تقول أن الله في السماء ولا يوجد في الأرض إذن هذا محدودية، وإذا حديت الله سبحانه وتعالى سيكون يخلو منه المكان والزمان وتخلو منه الأشياء، وإذا خلوت منه الأشياء فيكون محدودا، والمحدود فقير والفقير محتاج الى فلسفه. بس ارد عليك، هذه هي عقيدتكم هي في ان الله سبحانه وتعالى محدود في السماوات، هذه المساله الكبرى التي انتم تبحثوا في هذه المساله. اجيبك بقى زي ما انت تكلمت، انت الان ايات العلو هذه انت تقول عالي علو منزله، انت تقول علو منزله. اسالك عن موضوع اخر. لا 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 استنى، خلينا في الموضوع ده لان لسه ما اتنقلناش. انت القيت ثلاث شبهات وهكذا يكون محدود وكده محدوديه لازم اجيب عليها، لكن الاول انا ان اجيب عليها. انت تقول علو منزله، انتم جعلتم الله سبحانه. طب لا 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 لا، قبل ان تقول لي انتم جعلتم الله، شفتم لن يريد الرب، انت تقول الفوقيه هذه علو منزله. هذا عين الجسميه. طيب انت هذا عين الجسميه، انت تقول علو منزله لن يجيبها. علو منزلة ولا مكانة؟ أنت تقول علو منزلة ولا مكانة؟ أنا سألتك لا تردني بالسؤال. لا أنا سأجيبك، أنا أجبتك الآن وقلت لك عقيدتي في الله، أنت تقول الآن هو علو منزلة ولا علو مكانة؟ تفضل. الله سبحانه المكان مخصوص بالماديات، والله سبحانه ليس بالمادي. طب علو منزلة؟ بل علو المنزلة. جميل، أنا سأثبت الآن أن سيد الشيعة علي يعتقد أن المسيح عيسى بن مريم هو الله. إيش؟ نعم يعتقد كالنصارى أن المسيح عيسى بن مريم هو الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وهو يقول أن الرفع هنا والفوقية فوقية أي منزلة، أي أن الله جعل عيسى في منزلته عياذا بالله، فأصبح عيسى إله. ردني على هذا الإشكال. هذا الكلام ليس بصحيح، هذا تأويل ليس بأقل. طب ما معنى ورافعك إلي؟ ما معنى ورافعك إلي؟ سألك مسألة أخرى. لا لا لا، ما تسألش مسألة أخرى ولا تهرب من هذه المسألة. ما معنى ورافعك إلي؟ أنت قلت هنا منزلة، الفوقية منزلة، ما معنى ورافعك إلي؟ أي ورافعك إلى منزلتي؟ تفضل. أسألك مسألة أخرى. لا 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 لا، لا تسألني مسألة أخرى. ورافعك إلي، هل الرفع هنا رفع منزلة ولا أنت تعتقد أن عيسى صلب عيسى عياذا بالله؟ أنت تعتقد بس إيه عقيدتك؟ الرفع هنا رفع منزلة؟ سؤال. لا 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 لا، مش هسيبك تروح لسؤال تاني. الرفع هنا رفع منزلة. اتفضل. انا وصلت الى نتيجة معك يا عزيز، لا اريد ان ادخل بتفاصيل. لا 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 لا، لابد انك تدخل في تفاصيل. الله سبحانه وتعالى قال يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي، بل رفعه الله اليه. اية اخرى، بس انا عارف انك متعرفش القرآن لانك معرفش تقرأ الاية وان مشان الا سبحانه وحمده. انا بقولك الان اني متوفيك بل رفعه الله اليه، فهل رفعه الى منزلته؟ هل رفع عيسى الى منزلته؟ تفضل اجب. منزلة عليا، رفع المنزلة العليا لا تعني منزلته. طيب لا، ما هو ورافعك إلي، برفعه إليه، برفعه الله إليه. هل الله رفع عيسى منزلة وتركه في الأرض أم رفعه إلى السماء؟ وأنا أقول برضو الرفع ليس مع الله، ليس في مكان لا عياذا بالله، ففي جميع كثير من المخلوقات في السماء كالملائكة وسماء الأولى والثانية والأحاديث معروفة. لكن أنا أسألك الآن، عيسى عليه السلام هل رفعه الله إليه ولا تركه يصلب، ولا هو في منزلة الله عندكم، ولا إيه؟ تفضل أجب. عندنا الله سبحانه وتعالى في كل شيء. أعوذ بالله، بيقول لك عندنا الله في كل شيء. استغفر الله استغفر الله. هل الله في أدبار الحيوانات عياذا بالله؟ هل الله في القاذورات عندكم عياذا بالله؟ هل الله في الحمامات عياذا بالله؟ تفضل أجب. الله سبحانه وتعالى ليس بمادي حتى بتعبد عدم. ما أنا قلت لك الله مادي الآن. هل الله الآن في الحمامات؟ هل الله في الحمامات؟ إذا أنت بتقول لي دلوقتي الله ليس بمادي، إذا تريد أن تثبت ما أثبته رامي عيسى أن الله معنا بسمعه وسلطانه وقدرته، وهو فوق مخلوقاته بذاته بائن عن خلقه، فهو فوق جميع مخلوقاته. إثبات الفوقية لله تبارك وتعالى ليس رامي عيسى الذي يثبتها، بل الله سبحانه وتعالى أثبت في هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى قال وهو القاهر فوق عباده. الله سبحانه وتعالى قال يخافون ربهم من فوقهم، القاهر فوق عباده، يخافون ربهم
وهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. صعود الأشياء إليه يدل على أنه عاليا سبحانه وتعالى، يدل على أنه فوق جميع مخلوقاته. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إنا نحن نزلنا الذكر، نزول الأشياء منه سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا وصعود تعرج الملائكة والروح إليه، فهو في الفوقية صعود الأشياء إليه. كونه في السماء قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وأنا أسألك سؤال الآن، من الذي في السماء يخسف بنا الأرض؟ أجبنا على هذا السؤال. بالله عليك لا تهرب إلى فلسفة ومنطق وتروح يمين وشمال. من الذي في السماء يخسف بنا الأرض يا سيد علي؟ تفضل عزيزي. هو ليس في السماء يا الله، يا الله، سمعتم يا شيعة؟ الله يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وسيد الشيعة اللي تعلم الفلسفة والمنطق يقولك لا ليس في السماء. انتوا عارفين ليه يا إخوة؟ لأن هذا الزنديق، أسأل الله أن يجعل قبره حفرة من حفر النيران، هذا الزنديق المسمى بالخميني هو اللي علمهم هذا، هو اللي وضع علم الفلسفة والمنطق ووضع هذه العلوم في الحوزة، في حوزة قم، هذا في كتابه جنود العقل والجهل، هذا اللي شرح العرفان وشرح الزندقة. لأجل ذلك لو لقوا النص مخالف للقرآن ياخدوا بهذا النص، يقول لك لا أسمع عقلي لا يقبل ذلك فيرفضوا حتى لو كانت آية قرآنية. الله يقول أأمنتم من في السماء، والسيد الشيعي يقول لي ليس في السماء. هعيد عليه السؤال تاني. سيد علي، هل الله في السماء؟ أسألك سؤالا. لا 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 تسأل سؤال، شفت كل ما يحشر يذهب إلى نقطة أخرى. أعيد عليك السؤال مرة أخرى يا سيد علي، هل الله في السماء؟ الله سبحانه وتعالى يقول في آيتين أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، الآية الثانية أأمنتم من في السماء، فمن الذي في السماء يخسف بنا الأرض؟ اختار، إما آل البيت، إما جبرائيل، إما الله سبحانه وتعالى، تختار من؟ عزيزي الله سبحانه وتعالى كما انه في السماوات فهو في الارض. طيب انا جميل، بس انا بقولك هل الله بذاته في الارض؟ عزيزي الله لا يخلو منه شيء. هل ما 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 معنى نفس الله؟ سنحد الله سبحانه وتعالى. طب ما معنى عشان ابين لك النقطه دي، هو برضو مش هيجاوب من الذي في السماء يخسف بنا الارض. ما معنى نفس الله؟ ما معنى نفس الله؟ نفس الله إذا كان الله سؤال الله إذا كان محدودا ولا يوجد في الأرض. لا 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 أعوذ بالله، أنا لم أقول أن الله محدودا، أنت تريد أن تقولني ما لم أقل. أنا أقول أن الله في ذاته منزه أن يكون مع خلقه بذاته، فهو منزه فوق جميع مخلوقاته بأدلة الآيات الكثيرة التي قرأتها عليك. أنت لم تقرأ علي آية واحدة إلى الآن، لم تقرأ علي آية واحدة. شوف قرأت عليك إثبات الفوقية لله، إثبات صعود الأشياء إليه، إثبات نزول الأشياء من عنده سبحانه وتعالى، إثبات العلو لله وهو العلي العظيم. سبح اسم ربك الذي في كل مكان، انت ما بتيجي تسجد يا شيعي بتقول ايه؟ سبح اسم ربك الذي في كل مكان، سبح اسم ربك الاعلى. ارجع وعيد عليك السؤال تاني اللي هيوضح للجمهور عقيدتك وتكون واضحه بينه. اما انا اقول الان هل الله له، ما معنى نفس الله؟ ما معنى نفس الله؟ اتفضل عزيزي. يا عم هو انت ما عندكش الا عزيزي؟ انا مش عزيزك، ارحمنا بقى على ضغطنا يا عم. اجب مره واحده بقى، سؤال واحد اقول لك كذا تقول لي كذا واجب على طول، ما تبقاش زي الزئبق كده مش عارفين نمسكك. ما معنى نفس الله؟ ما معنى نفس الله؟ تفضل. الله موجود، موجود في الارض وليس موجود لا. لا ليس موجود في الارض، موجود بعلمه وقدرته وسلطانه، لكن بذاته ليس موجودا في الارض. يعلم بالضبط، اضرب لك مثلا لان انا عارف العقليه دي ما بتقبلش الا لابد من المنطق والفلسفه وما شابه ذلك. طب ازاي يا رامي عيسى ان الله في السماء بذاته ومعنا بعلمه وقدرته؟ اقول لك، اضرب لك مثال، وكان ضربه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ولم اذكر ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله واسكنه الفردوس الاعلى في كتابه في شرح العقيده الوسطيه للشيخ الاسلام ابن تيميه. المثل ايه؟ ان انت الان لو خرجت الان ونحن ليلا ونظرت للقمر تجده امامك، تمشي تجد القمر معك في كل مكان، تسير بالسياره تجد القمر معك، وتسافر بالسياره ممكن ساعه وساعتين وتجد القمر معك. هل القمر ماشي معك؟ كل ما بتروح مكان ماشي معك؟ لا. هل يمشي ويسير معك القمر؟ لا. فالقمر ثابت اهوت، ولكن هو انت ترى معك في كل مكان، فهذا مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. فاليس الله قادر سبحانه المنزه عن كل عيب ونقص ان يكون في السماء، اي فوق جميع مخلوقات، ليس سماء السحاب اللي انت شايفه ده يا شيعي، لان هم يشكلوا عليك حتى يورطوك، حتى تعطل صفات الله وحتى تعطل ايات الله تبارك وتعالى. فالله يكون فوق سماواته بائن من خلقه، فوق جميع مخلوقاته، وهو معنا بعلمه وقدرته وسلطانه. ضربت لك مثل بالقمر اهو، الان اسالك ما معنى نفس الله؟ تفضل.
الآن أكملت هذه النقطة؟ لا 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 ما أكملتهاش، لازم تجيبني الأول على هذه النقطة. ما معنى نفس الله؟ تشبيه الله سبحانه ليس كمثله شيء. وأنا لم أشبه الله بالقمر. أنا لم أشبه الله، أنا قلت ليس كمثله شيء. وأكمل الآية وهو السميع البصير، لكنكم تعطلون صفة السمع والبصر لله تبارك وتعالى. أنتوا عارفين ليه؟ لأن هؤلاء أيها الأكارم وقعوا في التشبيه أولا ثم وقعوا في التعطيل. يعني شبهوا الله، قالوا إحنا لو قلنا أن الله يد، بس ربنا بيقول في القرآن ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فلو كان اليد بمعنى القدرة لقال إبليس وأنا يا رب خلقتني بقدرتك، فما الفرق بيني وبين آدم؟ لكن الله خص آدم بأن خلقه بيده، بل يداه مبسوطتان. فقالوا لو أثبتنا أن الله يد فالإنسان له يد، فكده شبهنا الله فنعطي. فوقعوا في التشبيه أولا قبل أن يقعوا في التعطيل. طب ما أنا ما أقول لك يا سمحت السيد الآن أنت لك يد والحمار، أنت لك قدم مثلا والحمار له قدم، هل قدمك تشبه قدم الحمار؟ لا. ولو قلت لك أنت قدمك شبه قدم الحمار تغضب. فأنا لي عين والبتجاز له عين، فهل عين تشبه عني بتجاز؟ فأنت تثبت لله ما أثبته لنفسه. وما تأتي يوم القيامة لو سألك الله لماذا أثبت لي ذلك، هتقول يا رب أنا أثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى في كتابك، أثبت ما أثبته يا رب، أنا أثبت ما أثبته في كتابك، أثبت ما أثبته نبيك صلى الله عليه وسلم في سنتي. أرجع وعيد عليك السؤال تاني حتى يتضح للجميع، هل ما معنى نفس الله؟ ما معنى، شفت مش عايز يسمع، بصوا مش عايز يسمع، هيتكلم مش عايز يسمع، ما معنى نفس الله؟ تفضل. ما أنا قلت لك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هل لله نفس؟ تفضل عزيزي. أنت عارف ده لو كان موجود مع سيدنا عيسى كان قال له يا ربي يوم لا يا عيسى عليه السلام أنت مشبه، أنت تقول لله نفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أنت تشبه نفسك بالله يا عيسى، أنت مشبه. استغفر الله عيسى. والله لو كانوا موجودين كان ممكن يقولك الأنبياء مشبهة، الأنبياء معطلة، كانوا استغفر كان يقولك الأنبياء مشبهة مجسمة، كان هيقولوا ذلك على الأنبياء. كل ده بسبب هذا الزنديق اللي أدخل لهم الوحيد البهبهان، اللي أدخل لهم علم الفلسفة والمنطق في الحوزات، أدخل لهم علم الفلسفة وأدخل لهم علم المنطق، فدخلوا الفلسفة اليونانية على كتاب الله تبارك وتعالى. قاتلك الله من زنديق هذا الخميني والوحيد البهبهاني. لذلك كل ما تكلم أمثال هؤلاء تجدهم ما يحكمش القرآن. سمعت يا أهل السنة يا شيعة، سمعتم من سيد الشيعة علي الذي معنا في المكالمة الآن وما زلنا هنستمع إليه، سمعتم منه الآن آية قرآنية منذ أن تحدثنا في مسألة العلو؟ طب سمعتوا مني كم آية؟ أنا تكلمت في حوالي 10 أو 12 آية. سمعتوا آية قرآنية من هذا السيد الشيعي على إثبات عقيدته؟ ففضل اذكر لنا آية قرآنية سماحة السيد. إذن أنت حينما تقول أن الله سبحانه وتعالى، أنت ما تقول كده هيبقى كده، فلسفة منطق، وحاججناه وضربنا له الأمثلة في إثبات ذلك، وما ضربنا له أمثلة قال أنت تشبه. لا أنا ما أشبه، أنا بضرب لك تشبيه للمثال ليك أنت وليس تشبيه للملك سبحانه وتعالى. الآن الجمهور يريد أن يستمع منك آية قرآنية على تفصل لنا ما تعتقد به أنت. أين الله بآية قرآنية؟ تستطيع أن تثبت لنا أدلتك في الله تبارك وتعالى بآية قرآنية؟ تفضل. أسألك سؤال. لا 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 ما تثبتش، ما تسألنيش سؤال آخر، شكرا، مش عايزين منك أسئلة، عايزينك بقى تثبت لنا علشان عوام الشيعة اللي بيسمعوك الآن، تثبت لنا من آية قرآنية. هما الناس دي جايين من إحنا ده لو قاعد بيحاور ملاحدك أرحب، الناس دي ما فيش ولا واحد فيهم قادر يجيب لنا آية قرآنية على هذه العقيدة. تفضل سمعت سيد. بالمناسبة مش أنا اللي فتحت الموضوع، وهو اللي فتح موضوع العلو، وهو اللي فتح موضوع الأسماء والصفات، ومع ذلك تورط ومش عارف يثبته الآن. تفضل هات لي آية قرآنية على هذه على أدلة على علو الله تبارك وتعالى أو على أن الله في كل مكان. تفضل. النقطة الأساسية التي أريد أن أثبت الناس أنك تحدد لله سبحانه وتعالى. طيب ثواني، أنا أثبت لك الرواية الآن في كتاب دعائم الإسلام على علو الله تبارك وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن الله في السماء، وعندنا حديث الجارية ما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله فقال في السماء، وأيضا في كتاب دعائم الإسلام يثبت أن الله تبارك وتعالى في السماء، وأثبت لك روايات الآن من الكافي ويصحح المجلسي في مرآة العقول على علو الله تبارك وتعالى. ما رأيك الآن أثبت لك علو الله سبحانه وتعالى من كتبك أنت، وسأعرضها لك الآن أمام الجميع بما أنك لا تقبل من القرآن. إيه رأيك أثبت لك الآن أمام الجميع علو الله تبارك وتعالى من كتبك؟ تفضل. سبحانه وتعالى في كل شيء فهو أعوذ بالله. مصيبة هذه، إما تقول الله في كل شيء، ما أنا قلت لك عياذا بالله، يعني الله هنا عياذا بالله الآن،
يعني لو سكرت كده خلاص سكر على الله يا جدع، اتقوا الله كفاكم طعن في الله تبارك وتعالى. يعني انا اغلقت كده الله في الداخل الان، استغفر الله استغفر الله سبحانه سبحانه وتعالى عما يقول هؤلاء الظالمون، عن هؤلاء المعطلة، عن هؤلاء المكذبون لكلام الله تبارك وتعالى. القول بان الله في كل مكان هذا طم، هذه مصيبة. انت ممكن تقول لي انت ما معنى يخافون ربهم من فوقهم؟ ما معنى امنتم من في السماء يخسف بكم الارض؟ المشكله في المشكله في تحديدك لله سبحانه وتعالى، ليس المشكله في كل شيء. صوتك بدا يقطع، صوتك بدا يقطع. انت عارفين ده العقيده اللي عليها سيد الشيعة والشيعة، هي العقيده الفرعونيه. اما موسى عليه السلام اثبت ان الله في السماء لفرعون، فلم يصدق فرعون كلام موسى، فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. يعني بيقول له انا اظن ان موسى كاذب، ان الهه مش في السماء. فنفس عقيده فرعون هي نفس عقيده هؤلاء المعطله لصفات الله تبارك وتعالى. فموسى عليه السلام اثبت بدليل هذه الايه، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. فكان يظن ان موسى كاذب حينما قال له ان الله ان الله في السماء، فقال له ابني لي كده اما اشوف صح كده واطلع اشوف في السماء هل يوجد اله موسى كما يقول. فنفس عقيده لو كان ده موجود سيد الشيعة دوت كان يقول له لا يا موسى بقى انا اخالفك في هذه المساله، لا يا موسى عليك السلام اخالفك في هذه المساله، انا مع فرعون في هذه المساله، انا لا اقبل يا موسى ان تقول ان الله في السماء، انا لا اقبل ان تقول ان الله في العلو يا موسى، والحق مع فرعون في هذه المساله. ما رايك في قول فرعون هذا؟ الله سبحانه وتعالى رب السماوات والارض. نعم، وانا اقول السماء مخلوقه من مخلوقات الله تبارك وتعالى، واقصد معنى في السماء اي في العلو. ما الله سبحانه وتعالى قال فامشوا في مناكبها، يعني مش هنفتح الارض ونمشي داخل الارض، لا فامشوا في مناكبها اي فوقها، فوق مناكبها، فوق الارض. فما بقول الله في السماء امنتم من في السماء اي فوق السماء، فلا اقول ان السماء ان الله سبحانه وتعالى داخل السماء عياذا بالله. وضربت لك المثل بايه ثانيه. شوف كل كلام اهل السنه، شفت يا شيعة كل كلامي من القران ازاي، كل كلام حتى الاحاديث رافض الان ان ننقل احاديث صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكذبه، بس هجيب له من كتبه. ماذا تقول انت عن قول فرعون واني لاظنه كاذبا يكذب موسى عليه السلام؟ ما رايك في هذا؟ تفضل. اما في مسألة موسى عليه السلام حينما جاءه ملك قال من اين جئت؟ قال فوق من الله. انا مالي ومالي المسألة دي، انا بقول لك ملك. ما رأيك في موسى وتكذيب فرعون له؟ فرعون قال كذب موسى، فرعون كذب موسى ان الله سبحانه وتعالى في السماء، كان بيظن ان هو في كل مكان ولا ايه؟ ما ان فرعون كان ملحد، انا خايف تكون عقيدتك على عقيدة الالحاد. لا فرعون هذه عقيدة فرعون ان الله في السماء، لا ده فرعون كذب، قال ابن لي صرحا لا ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. ما هو اللي خلاه بيقول للهمان يبني له صرح كده علشان ينظر في السماء، لان موسى اخبره بان الله في السماء وبيقول واني لاظنه كاذبا، قال له ان انا اظن ان موسى كاذب. والسماء كما قلت يقصد بها العلو، السماء يقصد بها العلو. ووضعت لك ضعوا ايها الاكارم، ضعوا لنا الايات على التكست الان حتى يراها الشيعة، ضعوا لهم الايات التي تثبت علو الله تبارك وتعالى. فقضاهن سبع سماوات في يومين واحد في كل. طب الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ من كل الاشياء عزيز هذا الموضوع، ان موسى عليه السلام حينما اراد ان يثبت التوحيد في روايه موجوده في الكتب الروائيه، جاءه ملك من السماء قال من اين جئت؟ قال من الله. جاءه ملك من تخوم الارض من اين جئت؟ قال من الله. جاءه ملك من اليمين من اين جئت؟ قال من الله. بالله عليك بدون الاسرائيليات ديت، بدون الاسرائيليات ديت، احنا عندنا الايه هوت يخافون ربهم من فوقهم، بس عندنا الايه هوت، الايه الله سبحانه وتعالى قال يخافون ربهم من فوقهم، فالملائكه تخاف ربهم من اين؟ من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ايه؟ ما يؤمرون. فالله سبحانه وتعالى بين انه في السماء، بين لنا وبين العقيده الصافيه الواضحه البينه انه سبحانه وتعالى في السماء فوق جميع مخلوقاته بائن من خلقه. اول حاجه لو تحب ان انا اثبت لك ايضا كما في البحار وفي المحجه البيضاء ان وفي غير وفي كتاب دعائم الاسلام علو الله تبارك وتعالى، ما رايك اثبت لك الان من كتب الشيعة علو الله؟
إثبات العلو لله سبحانه وتعالى وثابت عندنا. ما معنى العلو؟ العلو لا. ما معنى العلو؟ ما انت عندك العلو والسفل. علو المنزلة. فإثبات العلو لله سبحانه وتعالى لا يقتضي أنه غير موجود في بقية الأشياء. مصيبة هذه علو منزلة، يعني الله سبحانه وتعالى يقول وهو القاهر فوق عباده، فوق عباده منزلة؟ يعني هو القاهر فوق عباده أي فوق عباده منزلة؟ هذه الفوقية فوقية مادية، لا تذهب أن لا قلت لك أن مادية مادية بس يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، أي يخافون ربهم من منزلته، يخافون ربهم من فوقه. علو إيه هنا؟ يخافون ربهم من فوقهم، من فوقهم. ما معنى من فوقهم؟ كل كلامه أصل لو قلت علو هيبقى كذا، كل كلامه منها ادعوا معي، اللهم اجعل قبر هذا الرجل حفرة من حفر النيران الذي أضلهم هذا الخميني الطاغوت الخميني، هو الوحيد البهبهاني وصدر المتشيطنين والذين أدخلوا لهم علم الفلسفة وأضلهم بهذه الفلسفة. الله سبحانه وتعالى يقول وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم. ما معنى من فوقهم؟ تفضل. هذه الفوقية فوقية الرتبة وفوقية المنزلة وليس فوقية مادية، لأن الله يعني ما معنى يخافون ربهم من فوقهم؟ يعني من منزلته؟ هي تعقل تيجي ازاي؟ تيجي ازاي يخافون ربهم؟ طب بس إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ما معنى أن الله يرفع العمل الصالح؟ ما معنى؟ تفضل. أنت لماذا تخاف من السلطان؟ لعلوه ولرتبته. من اللي بيضرب مثال الآن؟ من اللي بيضرب أمثلة وبيشبه الآن بيشبه الله بالسلطان؟ من اللي بيضرب؟ عرفت أنا ممكن أمسكها لك كده برضه؟ ممكن أمسكها لك كده أهو. طب أنا بقول لك دلوقتي تعرج الملائكة والروح إليه، بس الملائكة بتعرج إلى منزلة الله، بس أنت قلت أهو، أنت قلت الفوقية أي المنزلة أهو، يبقى الملائكة والروح بتعرج إلى منزلة الله، إيه رأيك؟ أجب. هذه حركة الملائكة ليس حركة مادية وإنما حركة في عالم التجرد. هل تميز؟ شفتم يا شيعة، شفتم التحويل لآيات الله؟ حركة الملائكة ليست حركة مادية، يعني الملائكة اللي بتصعد للسماء الآن ليست تصعد حركة مادية؟ لا، إنما حركة في حركة على نحو التجلي. التجلي؟ بل هناك ازاي وانا عندي في مدينة المعاجز لهاشم البحراني اهو، خليك معايا بس، كان كتاب مدينة المعاجز اهو لهاشم البحراني، خليك معايا في المجلد الاول في مدينة المعاجز لهاشم البحراني، بيقول لك في هذا الكتاب في اول صفحاته، يعني في اول الصفحات خالص، خليك معايا، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان عبد الله بن مسعود ذهب الى فاطمة فسألها اين بعلك؟ عبد الله بن مسعود ذهب لفاطمة وقال لها أين بعلك؟ فقالت أهو أن عليا عرج به جبرائيل إلى السماء لمحاكمة بين الملائكة. عرج إيه؟ منزلة. اسمع بيقول إيه بسند عن أحمد بن عبد الله عن عبد الله بن محمد العباسي قال أخبرني حماد بن أسامة عن الأعمش عن زيد بن وهبان عبد الله بن مسعود قال أتيت فاطمة صلوات الله عليها فقلت أين بعلك؟ أين زوجك يا فاطمة؟ فقالت عرج به جبرائيل إلى السماء. اوعى تظن يا شيعي ان العروج مادي، لا لا لا، وربنا رفع عيسى، رفعه منزله مش رفع مادي، وعيسى صلب في معتقد هذا السيد علي وهنساله الان، هل رفع عيسى كان رفع مادي ولا لا؟ فقال اين قالت عرج به جبرائيل، اين زوجك يا فاطمه؟ قالت عرج به جبرائيل الى السماء. فقالت في ماذا؟ قالت فقال في ماذا؟ قلت في ماذا؟ فقالت ان نفرا من الملائكه تشاجروا، ملائكه اتخانقت مع بعض وتشاجرت مع بعض في السماء، تشاجروا في شيء فسألوا حكما من الآدميين، فقالوا لا خلاص بقى احنا كده اتخانقنا مع بعض وعورنا بعض وجرحنا بعض، لابد ان يجي حكم من الآدميين يحكم بيننا. فأوحى الله إليهم أن تخيروا، عياذا بالله، الله وكأنه عياذا بالله عاجز أن يحكم بين ملائكة بقى ما تشاجروا مع بعض، الله يقول لا يعصون الله ما أمرهم. فقالوا خلاص اختاروا، ربنا قال لهم خلاص اختاروا حد يحكم بينكم، فسألوا حكما من الآدميين فأوحى الله إليهم أن تخيروا، فاختاروا قالوا علي بن ابي طالب، صلي على محمد وآل محمد. فما جبريل صعد به الان كان صعود ايش؟ تفضل. هناك حركتان، حركه على نحو التجلي وحركه على نحو التجافي. الماديات حركه على نحو التجافي، عليك ان تميز بين الحركتين. طيب ثواني معلش بالله عليك عشان نمشي واحده واحده، حركه على نحو التجلي وحركه على نحو التجافي، التجلي
والتجافي. ممكن تجيب لي بقى التجلي والتجافي ده عشان نعرف علم الفلسفه والمنطق؟ لان معلش والله ما درستش لا فلسفه ولا منطق. ممكن تجيب لي ده من قول الله او قول رسوله كما في كتب اهل السنه او قول الائمه عندكم كما في الكافي او في غيره؟ تفضل اذكر لي حركه التجلي وحركه التجافي هذه من اقوال الائمه المعصومين عندك. تفضل اجب. سوف اجيب بهذا الجواب القران الكريم واختم بهذا الجواب لان تليفوني على وشك ان ينقضي. لا لا لا، تليفونك مش على وشك ان ينقضي. انا ممكن ان انت تحط السماعه الان، تحط الشاحن في الجوال وتجلس وانت ماسك الجوال ولن ينقضي. انت اللي بدأ ينقضي عليك بسبب الادله القرانيه، بسبب الادله التي تسمعها الان من الادله القرانيه. ثم اقول لك يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي. الرفع هنا رفع ايه؟ رفع تجلي ولا تجافي؟ تفضل، رفع تجلي ولا تجافي؟ رفع القران الكريم واختم ببركه القران. هذا الامر أن هناك حركة على نحو التجلي وحركة على نحو التجافي. فلما تجلى ربه إلى الجبل ما الآية خطأ إلى رب، فلما تجلى ربه إلى الجبل للجبل. لماذا كل الآيات بتقرأوها خطأ؟ ليه علم الفلسفة والمنطق جعلكم تبتعدون عن كتاب الله تبارك وتعالى؟ ده أنت إلى الآن ما قرأتش إلا حوالي ثلاث آيات بقالنا أكثر من ساعة، ولا آية قرأتها صح يا سماحة السيد. حتى وإن من شأن إلا يسبح بحمد ربه أو بحمد الله، وحتى قاعد تكرر لي الآية. أما كنا بنتكلم على هذه التربة الكربلائية والسبحة الكربلائية هذه، وعجزت إنك تقرأ الآية صح. ليه كل آية بتقرأها خطأ؟ فلما تجلى ربه للجبل. أولا قبل ما معلش خليك تتكلم في هذا، احنا عندنا محمد بكر المجلسي وعندنا عبد الحليم الغزي نقل هذه الرواية، ان وعندي كتاب مشارك أنوار اليقين. على فكرة أنا جايب مشارك أنوار اليقين لسه وصلني جديد دلوقتي نسخة جديدة، ان علي عليه السلام هو الذي تجلى لموسى. هسمعك الآن وهسمعك فيديو تسجيل صوتي وابعت لك الرابط. حكم من قال أن علي هو الذي تجلى لموسى. عزيزي الآن إذا بالقرآن الكريم، من القرآن الكريم توجد حركة على نحو التجلي. من الذي تجلى؟ من الذي تجلى للجبل؟ فلما تجلى ربه للجبل. الله سبحانه وتعالى. الله؟ مالي. طيب لو أنا أثبت لك أن علماء الشيعة الآن وسمعك من الفالي وعبد الحليم الغزي وغيرهم أن علي هو الذي تجلى للجبل وعلي السماوي. في موضوع اريد ان اتلقاك على نحو التجلي من القران، الان هذه الايه موجوده وليست بموجوده. طيب ما بس انت قراتها خطا وانا تنزلت معك وموجوده اهوت، بس لو انا بينت لك الان ان علماء الشيعه بيقولوا ان علي هو الله، سامعين يا شيعه علشان اما نيجي بعد ما يغلق الخط وسمعكم ان الذي تجلى للجبل هو علي بن ابي طالب، وسمعكم الان لعالم شيعي كبير جدا، خليك معايا عشان اوريها لك الان وانت معايا على الخط علشان ما يجيش حد بعد ذلك يقول لك ده رامي عيسى كان بيكذب ورامي عيسى كذب علينا ولا يوجد مثل هذا عندنا. هسمعك الآن عالم شيعي كبير جدا عندك قال لنا أن الذي تجلى للجبل هو مين؟ هو علي بن أبي طالب. الصوت يا جماعة، هو علي بن أبي طالب. هسمعك الآن حتى تعرف أن أنا لا أكذب عليك. تليفوني راح ينتهي وانا اثبت القران الكريم وانت تقول فلسفه وفلسفه، كيف فلسفه وهذا القران؟ الم تقرا القران؟ طب اكمل ادلتك عشان بقول لك ان علي هو الذي تجلى رضي الله عنه. تتجافى جنوبه عن المضاجع. تتجافى ايه؟ الى حركة على محمد. تتجافى ايش؟ تتجافى جنوبه عن المضاجع. تتجافى جنوبهم عن المضاجع مالها؟ هذه حركة على نحو التجافي. ما معنى تجلى ربه؟ على نحو التجافي. ما معنى تجلى ربه للجبل؟ التجلي على الرب. الآن هذه ليس ماديا وإنما الآن حينما أتيك بمثال تقول تشبه. لا لا أشبه. هذه المعلومات انت تنكر. انا قلت لك الان قالوا ان الذي تجلى هو موسى علي هو علي عليه السلام. هذا موضوع اخر انت تبحث من هنا. موضوع اخر. سمعت يا شيعة قال لك دلوقتي الذي تجلى هو الله، وقلت له علماء الشعب بيقولوا الذي تجلى هو علي بن ابي طالب.
موضوع آخر لا نبحث فيه الآن لحد ما نشوف له أي صرفة بالفلسفة أو من المنطق أو ما شبه ذلك. طيب تستطيع أن تكفر من قال أن الذي تجلى هو علي؟ أنا قلت لك من تجلى هو الله سبحانه وتعالى بصريح القول. لا أنا أقول لك تستطيع، أنا أقول لك يا سماحة السيد الشيخ تستطيع أن تثبت لنا أن كفر من قال أن الذي تجلى هو علي بن أبي طالب؟ لابد نطالبه بدليل، لابد أن الرواية موجودة عن جعفر الصادق في كتاب البحار. أنا أسمع منه عزيزي، أنا لابد، أنا لا أقول كما تقول، لابد أن أتثبت في موضوعي حتى أحكم. ولو ثبت لماذا تذهبون دائما تكفر تكذب؟ من يعني واحد بيقول لك عليه هو الله خلاص أخوك في التشيع، أخوك في التشيع، لكن ليس هو أنت كل حاجة تذهب للتكفير. ما بيقول لك عليه هو الذي تجلى لموسى، بيقول لك عليه هو الذي تجلى لموسى. طب نرجع خلاص خلاص حتى أنا أعرف أنت لا تريد أن تجيب. الله يقول يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ما معنى ورافعك إلي؟ تفضل. الآن أنا بعد أن قلت لك يعني أثبت لك أن الحركة على نحو التجلي من القرآن الكريم، وأثبت لك الحركة أن التجلي من القرآن الكريم أن حركة الحق سبحانه وتعالى حركة على نحو التجلي، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بمهل. ما معنى بقى أن الله سبحانه وتعالى قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي؟ خليك معي في القرآن بالله عليك، ما معنى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي؟ الآن هناك المسألة من البعد المادي والمادي من البعد التجردي. في عيسى عليه السلام تحقق في البعد التجردي أنه رفعه إليه. هل الله رفع عيسى إليه؟ ماديا ومجردا. ماديا إيش؟ لكن الله ليس مادي ومجرد. رفعه مادي ومجرد؟ بل. طب ما انت كده بتثبت لله مادة اهو، بتثبت ان الله مادة. انا ممكن الزمك بذلك يعني، ما انت قلت لا نقول ان مادي ولا ما معنى اليه، ما معنى اليه اليه، ما معنى اليه؟ هو هذا الدليل ان الله سبحانه وتعالى في كل شيء، لو جعلنا الله في شيء. هذه مصيبة، هذه مصيبة انك تقول ان الله في كل شيء، هذه مصيبة يا سماحة الشيخ، يا سماحة الشيخ مصيبة انك تقول ان الله في كل شيء، انك تقول ان الله في كل شيء، هذه مصيبة والله، مصيبة كفر. انا يعني هل الله عياذا بالله، عياذا بالله، انا اقول الان ان الله دلوقتي في كل شيء، هل الله هنا عياذا بالله؟ هل انا لو سكرت كده يبقى الله هنا عياذا بالله؟ يا شيخ يا شيخ اتقوا الله، اتقوا الله، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. من يحد الله، من يجعله في مكان دون مكان. وأنا لم أقل أن الله في مكان، أنت اللي وصفت هذا المكان. إن تقصد، إن كنت تقصد أن الله في مكان محدد عياذا بالله، فأنا لا أثبت لله ذلك، ولكن أنا أثبت لله العلو، أنه في جهة العلو سبحانه وتعالى، هو الذي قال عن نفسه ذلك. أعيد عليك تاني، الله قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وإلي تفيد الغاية، يدل على أن المرفوع إليه كان عاليا. إحنا عندنا علو معنوي وعلو ذاتي، أليس كذلك؟ أنت تثبت لله العلو المعنوي صح؟ بالي الله قلنا له العلو المعنوي. طب والعلو الذاتي لا تثبت لله العلو الذاتي، تقول الله في كل مكان، أنت تنكر ذات الله الأول، أنت تنكر ذات الله. لا أنكر ذات الله. أيوة لا تنكر ذات الله، فما أنت بتقول لي أن الله معنا في كل مكان، يعني ذات الله هنا عياذا بالله، استغفر الله استغفر الله، يعني ذات الله هنا، يعني وأنا عملت كده الآن عياذا بالله، ذات الله هنا وانا اغلقت على ذات الله، حرام يعني. لو انا فتحت علبة كبريت عياذا بالله، ذات الله في الداخل، لو اغلقت اتقوا الله، هذا طعن في الله تبارك وتعالى. فانا اقول ان، شوف بقى اهل السنة والجماعة، اهل البدع يقولون ان بيثبتوا لله العلو المعنوي، اما اهل السنة والجماعة ينزهون الله ويثبتون العلو المعنوي ويثبتون العلو الذاتي، والعلو الذاتي اللي بيثبته اهل السنة ولا يثبته اهل البدع، فأثبته أهل السنة والجماعة بأدلة مستفيضة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من كتاب الله يا عيسى إن متوفيك ورافعك إلي، فالعلو أثبتوا العلو بقوله تبارك وتعالى وهو العلي العظيم، بقوله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، أثبتوا الفوقية لله تبارك وتعالى. أهل السنة يا مجسمة يا أهل السنة تثبتون لله الفوقية، نحن لسنا من نقول ذلك يا شيعي. ما الذي قال ذلك؟ هذا في هذا الكتاب الذي تراه الآن أمامي يا شيعي في هذا البث المباشر.
المباشر في هذا الكتاب في القرآن الكريم، قال تعالى وهو القاهر فوق عبادي، الفوقية، وهو القاهر فوق عبادي يخافون ربهم من فوقهم، من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى أثبتنا العلو لله، أثبتنا الفوقية، نزول الأشياء منه سبحانه وتعالى. دليلكم يا أهل السنة على إثبات نزول الأشياء من الله تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ولم يكن من الأرض إلى السماء، يدبر الأمر من السماء ولم يكن من الأرض إلى السماء، من السماء إلى الأرض. يقول تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يبقى أهل السنة بتثبتوا العلو والفوقية ونزول الأشياء منه سبحانه وتعالى. طب عندكم دليل يا أهل السنة على صعود الأشياء منه سبحانه وتعالى؟ نعم، إليه يصعد الكلم الطيب، صعود الأشياء إليه أقصد سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفعه. طب ليه ما بيخليش العمل الصالح في كل مكان؟ ليه بيرفعه؟ حاول تفكر. طب عندكم شيء تاني عن الصعود؟ تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة والروح إليه. طب كونه في السماء كما أنتم تقولون أي العلو، عندكم دليل يا أهل السنة؟ نعم، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. هل تستطيع الآن ولا آية قرأتها علي من القرآن الكريم يا سماحة السيد تثبت لي أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان؟ عندك آية أن الله في كل مكان؟ تفضل. أنت الآن تقول بإله قد والمحدود. شفتم؟ لا بد يدخل الفلسفة، لا بد يدخل عقله مع الآيات القرآنية، هذه العقيدة السمائية الفلسفية التي دخل. شفتم الفلسفة اليونانية وديتم فين؟ انت خليك بقى تبع الفلسفة اليونانية وتبع علماء الفلسفة أرسطو وما شابه ذلك، خليك مع أرسطو. احنا أهل السنة قال الله قال رسوله، وانتم قال أرسطو. طب ازاي؟ عندك دليل يا رامي عيسى على ذلك؟ نعم، عندي دليل على ذلك، أن الشيعة على تبع أرسطو، وأن أهل السنة على قول الله وقول رسوله تبارك وتعالى. طيب أدلتك يا رامي عيسى، أدلتكم يا أهل السنة إيه؟ الله سبحانه وتعالى، نحن على قال الله قال رسوله، وعلماء الشيعة على قال أرسطو وقال أفلاطون ولا أفلاطون بتاع الحب. دليلك يا أهل السنة إيه؟ الله سبحانه وتعالى، هل أنتم يا أهل السنة تقولون أين الله؟ احنا نقول أن الله في السماء. طيب أنتم يا شيعة تقولون أين الله؟ أنتم تقولون أن الله في كل مكان. طيب يا أهل السنة، هل عندكم دليل على ذلك؟ نعم. ما دليلكم يا أهل السنة من القرآن؟ القرآن، أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء، آيتين اثنين. طيب ما دليلكم من السنة يا أهل السنة على أن الله في السماء؟ الرواية اللي في دعائم الإسلام اللي نقلناها للشيعة من كتب الشيعة، ورواية النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية وقال لها أين الله؟ فقالت في السماء. فأهل السنة على قال الله قال رسوله. أنتم يا شيعة هات لي بقى قال الله قال رسوله أن الله في كل مكان. تفضل تفضل، علي الخط مفتوح والله، تفضل يا علي. علي تسمعني يا علي؟ راح المعمم مشي يا علي، خلينا نسكر ونتصل عليه تاني، خلينا نسكر ونتصل عليه تاني. ما أجمل أن نرد الشيء إلى منبعه الأصلي. سمعت سيد علي تسمعني الآن؟ سمعت سيد علي؟ أجمل شيء إن احنا نرد الشيء إلى ما إلى مم... إلى منبعه الأصلي. سؤال لأهل السنة، يا أهل السنة أنتم تقولون أن الله في السماء؟ نعم. هل قالها الله في كتابه؟ أجيبوني يا أهل السنة على التكست، أجيبوني يا أهل السنة على التكست. هل قال الله في كتابه أنه في السماء؟ أجيبوني. نعم نعم. أين يا أهل السنة؟ أين يا أهل السنة؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ الله الله. طب هل قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الرواية في دعائم الإسلام عند الشيعة كتاب شيعة، وفي البحار وفي كتب أهل السنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. إذن أهل السنة على قال الله
قال رسوله. تعالوا انتم بقى يا شيعة، تعالوا يا شيعة يا من انقرتم علو الله تبارك وتعالى، اين الله؟ الله في كل مكان، الله لا نصف بالعدم، الله لا نصف بالمادة، لا نقول ان الله في السماء لانه هيكون كيت وكيت وكيت، ولا نقول ان الله فوق جميع مخلوقاته لان سيكون كيت وكيت. طب الفلسفة اللي انتم قلتها لنا ديت اللي علمكم اياها هذا الطاغوت الخميني، هل قالها الله في كتابه؟ لا. يا شيعة، هل قالها الله في كتابه؟ لا. طب هل قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. امال جبتوها منين؟ اذن اهل السنة على قال الله قال رسول، انتم بقى على قال ارسطو قال ليه؟ لان ارسطو عند ارسطو في المنطق عندنا وفلسفتي ماذا قال؟ الله هو الكل، وقال ايضا الله عقل وعاقل ومعقول. فالله في نظر ارسطو ذات أزلية ليس جسما، وهو معقول ومعشوق ليس في مكان. هم يقولون ذلك، ما هو الشيعة يقول لك لا، لا نقول أنه في السماء ولا نقول أنه في الأرض. نفس كلام أرسطو يقول ليس في مكان، تحريكه للموجودات ليس عبثا أو خبط عشوائي، وإنما هو لقصد وغاية، وهو بسيط، لا قصر في وجه من الوجوه إلا لكان ممكن الوجود جائز للانحلال. إيه رأيك؟ من أقوال أرسطو وأقوال الفلسفة، ليس في كل مكان. إذن الشيعة على قال أرسطو وقال الفلاسفة، وأهل السنة والجماعة على قال الله قال رسوله. طبعا المعمم لا يريد يفتح، اتصل يسكر الخط كما ترون الآن، بصوا يسكر. بصوا يسكر والله من عنده، من عنده. بصوا لم يتم الرد، بصوا أعملها تانية، عملها تاني عشان تشوف. بس خلينا نخفض الصوت شويه لان الصوت الجرس مزعج. خلاص لا يريد الرد. الحمد لله الذي جعل اهل السنه والجماعه يثبتون علو الله تبارك وتعالى من كتابه ومن سنه نبيه صلى الله عليه وسلم. وانا اقول لعقلاء الشيعه وحديث الجاريه طبعا، وحديث كثيره تثبت علو الله في السماء، لكن لم اتيهم بالاحاديث لانهم سينكرونها. ارسطو طلع شيعي معمم. أنا أقول لعقلاء الشيعة الذين يستمعون إلي، دعكم من الفلسفة والمنطق، فأهل البيت لم يفلسفوا ولم يمنطقوا ولم يدرسوا هذه الفلسفة ولا المنطق، وكونوا مع كتاب الله تبارك وتعالى ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الروايات التي تريدونها في إثبات علو الله تبارك وتعالى من كتب الشيعة كثير، بس كان نفسي أسأله سؤال، هل الله قادر أن يكون في السماء ولا أنت تثبت لله، تثبت عجز الله عياذا بالله؟ الروايات التي في تثبت أن الله تبارك وتعالى في السماء، قال رسول الله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، هذه الرواية موجودة في كتاب دعائم الإسلام وفي كتاب مستدرك الوسائل اللي هو خلفي هذا. شايفين كتاب مستدرك الوسائل هذا؟ ده كتاب مستدرك، لا ده وسائل الشيعة المستدرك، لانه في المسارك اكيد هيبقى فلو. وفي كتاب بحار الانوار، في هذا الكتاب كتاب بحار الانوار موجود، الا تامنوني وانا امين من في السماء. فهذه عقيده المعصومين بزعمك انهم معصومين، ينقلوا لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم الفوكس بيعمل عشان ما فقول المعصومين ها هم اثبتوا علو الله تبارك وتعالى، وانت لم تثبت ذلك ايها الشيعي.